بصرف النظر عن بعض الأشخاص الذين لا زالوا يرفضون التكنولوجيا، فإن الجميع يمتلكون بلوتوث، والذي يعني بالعربية السن الأزرق. جميع الأجهزة التي تحمل الرمز الأزرق والأبيض يمكنها بث البيانات عبر الهواء وحتى الاتصال ببعضها البعض. ولكن ما العلاقة بين كل هذا والأسنان الزرقاء؟ وكيف نشأ هذا الرمز؟ بحسب الأسطورة، كان الملك فايكينغ هارلد، المعروف أيضا بالأسنان الزرقاء أو بلوتوث بالإنجليزية، يحب التوت الأزرق كثيرا، وقيل أنه كان يأكل الكثير منه حتى أصبحت أسنانه زرقاء. الحروف الأولى من اسم الملك هارلد بلوتوث تشكل عند كتابتها بالرموز الرونية القديمة رمز البلوتوث الحالي. ولكن لماذا اختير هارلد ملك الفايكينغ ذو الأسنان الزرقاء ليكون رمزا للبلوتوث؟ يقال أن هارلد كان حاكماً دبلوماسياً محنكاً، وحد أجزاء متحاربة من النرويج والسويد والدنمارك الحالية تحت تاج واحد. لذا فإن بلوتوث يرمز رمزياً لتوحيد المعايير المختلفة للاتصالات اللاسلكية، ويجعل الأعداء السابقين مثل الكمبيوتر المحمول والطابعة والهاتف الذكي أصدقاء. لذا الأسنان الزرقاء لم تجلب السلام للرجال الشماليين فقط، ولكن أيضا لعشاق التكنولوجيا.